بإمكانك تشرب عيران إذا بدك، بإمكانك تسده لبوزان. أسعار. هذا سيده. تبعتها لزوجتك تنام عند زوجته لجوديا، بنسوى تضل لحالها مع زلمه غريب بالبيت. غريب برتاح حلالي زلالي سيده، كاتب كتابها من زمان. انت بتفهم؟ ما بفهم شو بدك. تبعتها لعند زوجته لجوديا بنسوى تضل معي وانت عندك شغل مالك بقيان هوني. اه انت الغريب. قول الله يا روحي لعند ديبا. مشان شو؟ قال ما بصير تضلي مع حدا غريب هون بالبيت لحالك، انا عندي شغل مهمه. يلا روحي. ماشي. والليلة تطفي النار تحت المي لأنه المشروع تأجل. ماشي. ما تطفي لأنه مش أخي مش عن جشت، أنا بعطيك جشت ما كنا. ليه؟ أنت معك سلاح ما هيك؟ خذ خلي هذا معه. مشان شو الفرد أبو شملة؟ الدنيا أمان ما بدها فرد. كي؟ أمان؟ وبالكي يا فهيم هون طالع بهالجبل بهالليل، اطلع لك شي حدا شو بتسوي معه؟ تنبح عليه. وشو بده يطلعني على الجبل بالليل ابو شمله؟ اولا لا تجقموا لحنكك احسن ما اجقموا عن جد. ثانيا بدي بعثك انت واسعد للتخريمي لتخبروه للشيخ محيسي مشان تيجيني ضروري ضروري. والشيخ محيسن يعني حبكة نخبره بالليل؟ ما بيقدر الشيخ محيسن يستنى للنهار لحتى نخبره. عيني ما اوسع قطر مخك. ليك لهالزكلة حبيبي بالنهار بيسوى مشان ما حدا يشوفك. انا ما بدي حدا يعرف الا الشيخ محيسن، فهمت؟ ها ها. انا ما فهمت سيدي، بس مشان افهم عندي سؤال يعني بركي هيك طلع لنا ضبع واكلنا وافترشنا. ضبع بده ياكلكن انتو؟ ليش انتو بتتاكلوا عيني؟ والذي قال انا رب العالمين اذا بياخد كتشي منا ولا كتشي منه فيضل يتف لحاله جمعه، كيف كان فيها؟ الحمد لله ماشي الحال، هلا صرنا احسن. ايه سي ولك مسك مسك. ماشي ماشي ها مسكت. هذا عم بيعزبك الزلمه يا شباب. ها دي يلا قوموا. ها بس قلت لحالي بدنا كلنا شي لقمه معك هيك مشان تصير فخر. ولك قوموا خبز وملح. هاي ماشي. او 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 على راسي بالاسد بالانف بالحنجره. بيت بيتك ها. هلا شو قبرين ابونا بالتخريمه لحتى نروح على التخريمه؟ ما رحنا. شو؟ ما حسيتوا وقت اللي جت الشرطه اخذت له هذا؟ لمين؟ لك لهالجحش ابن الستين صرمايه ابو شمله البهيم. لا هو غايب بس ملائكته حاضره شبح حاجتك ولا ولك بعرفكم ما بتعملوها، اكيد عم تمزح انت وياه ما هيك؟ لا ما عم نمزح، عملناها بلغنا عنه، قلت لحالي بركي بلفوه بالشمله وبيتحشوه تحت سابع ارض، كيفك فيها؟ جنون عمى او لا او لا جوده ما بتعملها انت حباب ادمي ما بتعملها مهقتي مانك فساد. لك هو هذا مانو فساد هذا الشايع بس طلع حول عادل الفساد لحكاوي القصه كلها وهذاك فساد بتعرفي كم الباقي لحالك. الله يبزعني فيكم انتو اثنين. يمكن يا عجل انت وياه. شو؟ باي. شو جودة يا فندي؟ أنا جحش. أنا جحش يا بغل انت وياه. هذه كيف كان فيها؟ لك والذي لا إله إلا هو. لأقرض زلعومتك وزلعومته والزلعومي ها الزلعومي فقط لا غير حيوان انت وياه. أنا ما عندي ملجأ هون، ما عندي ملجأ هون، فهموني بقى، إذا ما كنتوا عاملين شيء ما بقدر أوقفكم. أبو نظاهر وقعناها ما لنا غيركم، يصل عرضك ساعدنا، وقف معنا خذ بإيدنا يا أخي. لك افهمني أنت ويانا بقى، أنا عندي هلا ما بقدر أوقف حدا هذا التوقيف التوقيف. لك حسان شو اسمه هذا؟ والله راح اسمه عمباري. تفعص تففصف تعفسف تعسفي ولا تعسفي.
ما بقدر انا اوقف عندي حدا هلا توقيف تعسفي، والله ما يسمعوا اللي فوق بيفرموا لي صابعي فرم. يعني بدكم يانا نسيب نسواننا ونهاجر نهج على بلاد الاقرق بس لحتى ابو شمله ما يوصل لنا؟ خلاص هيا خلاص، الله يعيد اللي بيقع ماله حابه هالبلاء. فعلا ما حابه حب حاب وما حالها. يلا بالاذن بالانم بالحنجره. يا اهلا وسهلا لك، يا اهلا وسهلا لك، يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين. تفضل شرف شرف شرف. راسي على راسي ابو نادر. لك عيني ابو نادر، انا جيت تسلم حالي هون مشان تتسلموني للمركز تحت، كيفك فيها؟ كتر خيرك يا كبير، من بعد اذنك ابو شمله، يعني لبين ما تيجي السياره من تحت، بتحبوا تتوقفوا هون ولا جوا؟ لا لا بدي اشوف حدا جوا احسن. مت ما بتريدوا يا سيدنا، مت ما بتريدوا. شرفوا سيدنا، شرفوا، تفضلوا يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا سيدنا، تفضلوا سيدنا، تفضلوا. حسنوا افتحوا الباب لعمك ابو شمله. يلا ولي له اربع خمس بيضات بيكون جوعان هلا. لا لا بدي بقى في نفس، معلش يسلموا. كاس الشاي، لا تقولي ما بتحب الشاي. كاس الشاي بنشرب على عيني، تكرم عينك. شرفوا سيدنا، شرفوا. من بعد اذنك ابو شمله، يعني بتحب نترك الباب مفتوح مشان يجي تهويه ولا سكر لك يا اخي؟ سكروا اذا سكرته ما احسن. لشو ما تسالني ولا سقالي يعني؟ كيفك فيها؟ مثل ما بتريدوا ابو شمله. حسيان سكر الباب لشو. يلا شبكوا له ابو نادر يا سيدي. شباب شبكوا له؟ معقوله ابن سلك يقلي بيض ويعمل شاي للموقوف؟ وين صارت عادي؟ يا حبيبي بدك تضل غشيم طول عمرك، بدك فت خبز كثير لحتى تصير مثل العالم والبشر؟ ولا ما كل يوم بصح لك هيك موقوف؟ لك انت بتدخل تاريخ السلك بكتاب جنس اذا بتوقف هيك وعمت ابو شمله. عم شو بتضل غشيم؟ لك انا ما بقدر احبسكم، اذا انتم ما عاملين شيء انا مالي معكم شيء، افهموا يا بني ادمين. عمل حياتي بيفهموا، انتم ما بتفهموا، بدكم جريمه. هاي جريمه ولا ما جريمه؟ حسان تعجلوا لجوا، بس نخلص من هذا اللي عندنا جوا. انا اللي بدي قيمه فلا سيدي. وتحشني انا معه؟ معقول تتحشوا لحاله بالحبس وانا ما اندحش معه؟ شو بدك انت لضراب السخن؟ انت ما شاركت بالجريمه. هاي هاي شاركت عم ضربك حسون. خذوا انا كمان بدي قيمه فلا، والله لا استغسلتك عن عظمك والله. ايه عملوا الشيء يا حركوا. لسه بحصل والله يا غالي جريمتي اسا ما ارتكبتها. ابو شملة سلام منك، انا وينك انت؟ ولك اهلا بخنازير الدرا. كيف كيف فيها لهدي؟ نقيا رحنا فيها. ابو نادر ولا ابو نادر بديني بحظي كانك تفتحوا للباب. تعيش حدك شخص وحق لك سكار انا رب العالمين. ابو نادر بلش بعده، 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 بلش بعده